أكرم، إحنا الناس اللي زينا داخلين على طلاق. أنا شايف إن الموضوع ده محتاج محاولة تانية مننا. محاولة إيه؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده يعني؟ إحنا هناخد بريك من بعض يا أكرم. كل واحد فينا يشوف يقدر يعيش من غير التاني ولا لأ. لا أنا مش فاهم. مش بس كده، كل واحد فينا هيسيب نفسه خالص، يا إما هنوحش بعض يا إما هنلاقي نفسنا في ناس تانية. بس لو ده حصل هتبقى علامة إن علاقتنا انتهت. نقابل مين؟ هو أنت لسه الموضوع ده في دماغك؟ بس لو حد فينا قابل حد تاني لازم يقول، علشان لو ما قالش يبقى بيخون، وأنا ما أظنش إن إحنا نستاهل نعمل كده في بعض. هل أنا بحبك؟ وأنا ما قلتش إني بطلت أحبك، بس ما بقاش فاضل في إيدينا حاجة نعملها غير إننا ناخد الريسك. جايز أنا أعرف، جايز لأ. She left me for that English bastard. My life is shit, man. She screwed me over for that jackass. All women are hoes, man. All women are hoes. All women are hoes. All women are hoes. All women are hoes. Whiskey on the rocks. Yes, of course. Where did you get it? At home.
الو، هو انت مش عايز تحل عني بقى يا اخي؟ هتيهولي جرى يا جدع. انت عايز منها ايه بالظبط؟ لا انت خلي بالك، انت لو ما بطلتش تكلمها وعهد الله وعهد الله لكرهك. يا سلام، قالك ايه؟ هو يعرف موضوع ايمن منين؟ ايمن ده جاب لي سيره ايمن وسيره الشقه. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. هو مش الحيوان ده كان سافر الخليج؟ عامل لي بلوك الحيوان. اديني موبايلك يا دير لو سمحت. أيمن أنا تقى، أنا مش عارفة أوصل لك، ممكن تكلمني؟ أنت في مصر؟ أيمن في حاجة حصلت وعايزين نتكلم. تشهلي يا بت. الله، ما كانتش شوية مزة بتحضريهم؟ لا دي ليلة مفترجة، عايزة مزة مفتخرة. أيوة بقى. بقولك إيه يا سوني، ما تشوف لنا حاجة حرشة كده ناكلها بدل المزة اللي تموع النفس دي. حرشة. طب خدي التقيل. عم يا جامد. عفاية بتوع ده حلم. اسمه إيه؟ عفاية بتوع اسمه تاي عن بالي. اسمه تاي عن بالي؟ اسمه كاجو يا قمر. والله هو. ايوه عارفين. ايوه ما انا مصدقك. خلصي بقى موضوع السلطه دوت عشان عايزين نكمل كلامنا. ها ماشي. بت اوعي تتحركي من مكانك وما اسمعش حس امك. افتح يا سونا انا تريكا. يا سوني. ايه يا عم؟ ايه؟ سنة عشان تفتح؟ كل سنة وانت طيب يا حاج سمير. انت طيب يا حاج سمير؟ ده احنا جينا لك نجدة بقى. كنت هتقضيها شيبس ولا ايه؟ شكرين يا عم تريكة على الواجب، انت هتزل لنا ولا ايه؟ مش تريكة اللي عامل الواجب ده. شكرين يا سمير. ايه مالك ايه؟ انت مالك مش على بعضك ليه؟ مش على بعض ازاي يعني؟ ما انا قدامك اهو زي الفل. في ايه؟ انت هتعمل لي فيها ظابط اداب من اولها ولا ايه؟ الاوضه عندك جوه، خش شوفها. طب بسم الله. بسم الله عشان انا واقع. طيب انا هخش اجيب اطباق. تعالى هنا انا هقوم اجيب. تعالى. اختفيت انت ساعتين بنكلمك انا والوقت تريكا وانت ما بتردش. الموبايل بتاعي فصل شحن، كنت حاطه في الشاحن. انا قلت الوقت تريكا ما ينفعش نسيب سوني قد راسه سنه لوحده. انت لسه زعلان يا صاحبي؟ زعل على قد المحبه يا سمير. خد ما شاء الله لحقت تعمل كل ده. شفت يا عم السرعه؟ لا ولسه بعمل لكم طبق سلطه جوه. بتهبب ايه؟ بتهبب ايه؟ ايه يا عم؟ خش اجيب فتاح. هات لي ميه معاك. ماشي. مالك؟ هو ايه اللي كل شويه مالك؟ مالك في ايه يا عم وانا ملبوس قدامك؟ ما يعني ما ايه؟ مش عاجبك يعني اللي مشغل اخوك؟ ايه يا عم ده شيبة. شيبة يا سوني. شيبة يا سوني؟ يعني انت قافل لي العجوز عشان تشغل لي شيبة؟ بقول لك ايه؟ الواد شيبة ده عالمي، انا والبنت مروه هنجيبه في فرحنا. لما جه فرح الواد حوده الروماني ولع التانية. فرحك انت ومروه مش محتاج شيبة عشان يولعوا. انا وسوني هنولع لك فيه ان شاء الله. انا مش فاهم يا معفن مروه ايه اللي انت قافشلي فيها دي؟ طب بقول لكم يا جدعان، نقفل بقى على الحوار كده عشان بزعل بجد. في ايه يا انت تقفش ولا ايه؟ لا يا عم
انا هقوم اعمل بيض بالبسطرمة. اقعد يا رخم، مفيش بسطرمة. في ايه يا عم، انت بخيل ولا ايه؟ بحب البسطرمة. انت متخلف يالا، ما الكفتة قدامك اهي. شش، انت بتاع ده. الو، ازاي حضرتك مستر اكرم؟ الظهر مش بالليل؟ حاضر. خلاص ان شاء الله واحده بالظبط هكون عند حضرتك في المطار. كسرت صيامك اهو، هم كانوا 3 ايام نادر وخلصوا. ماشي، تجيب السلامه ان شاء الله. مع السلامه يا مستر. مع السلامه. عامل لكم شاي؟ يا دي الحنيه اللي نزلت على قلبك دي، في ايه؟ لا دي مش حنيه، دي غتاتة بعيد عنك. في ايه يا عم؟ في ايه اللي مزعلك؟ اللي جوه عندك ده شاي تموين رخيص وانا ماليش فيه. كل واحد وكيفه يا رخم. يخرب بيت ابوكوا. طب انا كده بقى اخش اجيب الحته من المطبخ. الله يخرب بيت ام نحسك وفقرك وعدد. تعالى هنا، تعالى سيب الحته، يلا سيب. وقع البيره. Hey man, what's wrong? Join the party. عارف انا مش المفروض اقضي راس السنه هنا خالص، المفروض اقضيه مع مراتي اللي بحبها. 10 سنين مفيش مشاكل خالص ولا مشكله، فجاه الاقي بقضي راس السنه معاك انت. يعني ايه بريك؟ ليه؟ Yeah, you know, we all need a break. تفتكر هي نايلة اللي مش مفهومة ولا كل الستات مش مفهومين؟ Come on, don't worry. Everything will be all right. Cheer up. It's New Year. All right. Happy New Year. Come on. 5, 4, 3, 2. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سمير؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا مشاوي. سبحان الله، زمن دوار. اخوك فين؟ واقف تحت مع اصحابه. منور يا مشاوي. ده نورك يا حبيبي، الله يخليك. ايه ده؟ ايه اللي نايمة هنا؟ ما رضيتش تنام غير لما تتفرج على احتفالات دبي. طيب هقوم انا بقى علشان سايب رحاب لوحدها. كل سنه وانتوا طيبين. وانت طيب، ما تنساش تسلم على رحاب وتقول لها كل سنه وهي طيبه. وانت طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشوح لك حتتين كبده معايا. بالهنا والشفا يا حاج، انا اتعشيت بره. مش ناوي تتجوز بقى؟ ده الكبده اللي عمالين بيشوح فيها دي. والله يا حاج انا شايف انك محتاج الجواز اكتر مني. هو انت هتتجوز رحاب يا سمير؟ نامي يا نور، نامي يا حبيبتي. انت هتشوح كبده يا جدو؟ لا بقى خلاص، وانا هاكل لوحدي. تعالى تعالى بقى اكل معاك. نامي يا نور، كفايه فرق، عندك مدرسه الصبح يا حبيبتي. هاني، مش عايزه ابوظ لك المود بتاعك واحنا داخلين على سنه جديده. خلينا نتكلم بكره، اوكي؟ ما تقلقش عليا. هابي نيو يير.
نايلة. نعم. أنا قدمت ميعاد سفري ورايح المطار دلوقتي. طيب تمام. الحمد لله على السلامة يا مسرح. الله يسلمك يا سمير. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. هنروح على البيت يا مسرح؟ طبعا على البيت، هنروح فين يعني؟ سمير بعد ما توصلني هتروح اسم تاني مصر القديمة، هتقول لهم انك من طرف العميد عادل رضوان، هيسلموك الحاجات اللي اتسرقت من مدام هند وديها لها البيت. حاضر. كويس انهم لقوها الحمد لله. ما تيجي نلعب كورة النهاردة بالليل؟ طيب هكلم تريكا يظبط مع الشباب واقول لحضرتك. خلاص ظبط وبلغني. قول له يجيب العيال بتوع المرة اللي فاتت. ماشي. طب بقول لك ايه، خليني اكلمك لما انزل لان انا متاخره جدا على المستشفى. باي. ما ترد يا طاقه ولا كنسلي. الله يستاهله. الو. الو يا توتو. انت عايز مني ايه؟ حرام عليك. عايزك تيجي. اجي فين؟ انت مجنون. عايزك تيجي في حضني يا توتو. انت بتتكلم عن ايه؟ ما تقلقيش، اعتبريني زي ايمن بالظبط. انت تعرف ايمن منين؟ فكري مع نفسك وانا مستنيكي. سلام يا توتو. قالك ايه؟ قال لي زي ما روحتي لأيمن تجيلي. الموضوع ده ما يتسكتش عليه. انت تعملي زي ما قلتلك، مفيش حل تاني. الله يلعنك يا أيمن يا زفت. يا ترى حكيت له ايه يا وسخ؟ انا داخلة اخد دش. حد عاوز الحمام؟ لا شكرا. دي ماما، انا مش قادرة اتكلم. الو، ازيك يا خالتو؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اه والله يا خالتو مطحونه مطحونه، تعبانه قوي. دعيلي. توتا توتا نايمه، اصحيها لك؟ حاضر يا خالتو، هخليها تكلمك لما تصحى. حاضر. سلام يا حبيبتي. سلام. عايزاك تكلميها. بقولك ايه، انا دوبه وصلك الاسم والحقنة النبطشيه. انتي لازم تبلغي، هما هيعرفوا يتصرفوا معاه، هما عندهم إدارة مخصوص لمعاكسة التليفونات. الوقفة غلط هنا يا باشا بعد إذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 10 دقايق بس أدخل لرئيس المباحث، هو عنده خبر. طب استأذن حضرتك ترجع تدخل لمين في ركنة في الشارع الجنوبي. ده هما 10 دقايق دفعة. ما ترضيش الأذية يا باشا، معلش. شكرا. تمام، تحت أمرك يا فندم. تمام. شوف اخر الطريق شمال. لو سمحت، لو سمحت، انا بقالي ساعه قاعده ومحدش بيعمل لي اي حاجه. خير؟ انا حكيت مرتين لزميل حضرتك والواحد تاني كمان. حكيتي له ايه؟ انا في واحد بيهددني. بيهددك ليه؟ لا سعيد، صباح الفل يا ابو حميد. ما اعرفش حضرتك، واحد ما اعرفوش بيهددني وبيكلمني في التليفون بيشتم. ايوه بيهددك ازاي يعني؟ بيقول انه هيقتلني. انا تعبت وخايفه، من فضلك اعمل اي حاجه اي حاجه. طب اقعدي استريحي شويه واحنا نشوف الموضوع ده.
السلام عليكم. انا جاي من طرف العميد عادل رضوان، عايز اقابل رئيس المباحث. من فضلك. بص حضرتك، شايف الرساله دي؟ عايزنا نروح له دلوقتي. ممكن تروحوا تقبضوا عليه؟ ابوس ايدك، انا خايفه. طب استنينا شويه طيب واحنا هنتصرف. قوم. انا سمير جمال، جاي من طرف العميد عادل رضوان بخصوص الحاجات المسروقه. طب اتفضل استناني 5. يا ماما استنينا شويه، هجيب حاجات للباشا وارجع لك. الو، بتعملي ايه في القسم يا توتو كده؟ تسيبيني ملطوع في الشارع؟ انت بتراقبني؟ طب والله لو اديك في 60 ده يا ابن الكلب. لو سمحت، هو بيكلمني. ايوه انا في القسم، وهوديك في داهيه وهخليهم يقبضوا عليك. اسمعيني كويس، انا كنت فاكرك عاقله وقلنا نلم الموضوع، بس واضح ان انت غاوي تفضحي نفسك. انا هبعت لك حته من الفيديو كده في رساله تفتحي وتتفرجي عليه، لو عجبك يا حلوة هنرفعه على النت. سلام. بس تيجي معايا 5 رند على السلام. طمع. الشارع اللي ورانا بسرعة، يلا اتحرك بسرعة، ما توقفش الشارع هنا. حد يجي يشهد معايا يا جماعة. انا هاجي معاك. لحظة لحظة، معلش، هي دي الحالة بتاعت الحادثة؟ ايوه. سيبوا لي انتوا الحالة واتفضلوا املوا بياناتكم في الاستقبال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بطيئكم ليه؟ عشان نبعت إشارة للإسم. أنا ماليش دعوة، هي اللي رمت نفسها قدام العربية. حضرتك ده مش شغلي، بقول الكلام ده في المحضر. ما تخافش، هات بطاقتك. العربية فين؟ برا. ممكن أشوف الرخص؟ يا باشا والله العظيم كلام. ما تقلقش، أنا عارف إنك مالكش ذنب، الأستاذ شهد لك. هي البنت اسمها إيه؟ معرفش. انا كمان معرفش. طب افتح شنطتها وشوف بطاقتها. تقى عبد الرحمن محمد السعيد. يا باشا ايه لازمته المحضر؟ يا باشا انا كده هبتدي اقلق. لازم نعمل محضر يا باشا. انا كنت ماشي على سرعه عاديه، هي دخلت في العربيه والناس كلها شاهده. تقلقش. طب انا همشي امتى يا باشا؟ لما تفوق نسمعها.
البنت فاقت وبقت كويسه وتقريبا كده ما فيهاش حاجه. طب الحمد لله. ممكن اسالها سؤالين؟ طبعا اتفضلوا. الحمد لله على السلامه. ايه اللي حصل يا انسه تقى؟ ما اعرفش، انا كنت ماشيه سرحانه وما دريتش بالدنيا، بس هو ملوش ذنب. يعني مش هو اللي خبطك؟ الحمد لله على السلامة. طب الحمد لله، الحمد لله على السلامة. تعالى بقى معايا اقفل المحضر. كلمك كذا مرة هو وواحدة اسمها هدير. أنا عايزة أمشي. هي تنفع تمشي حضرتك؟ آه ينفع تمشي. تقدري تقفي على رجلك؟ على مهلك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله إنها جت على قد كده. متشكرة أوي لتعبك. أنا شنطتك معايا ما تقلقيش. آه. لا لا مفيش مشكلة. أنا معايا عربية لو تحب أوصلك. لا شكرا. أنا هاخد تاكسي. لا تاكسي إيه، ما ينفعش. أكيد مش هسيبك لوحدك كده لحد ما تلاقي تاكسي. وكمان أنت محتاجة ترتاحي. بصي اعتبريها تاكسي وممكن تقعدي ورا لو حابة. لا انا راجع البيت. ما تقلقيش انا كويسة. احكي لك لما ارجع يا هدير. حاضر حاضر. سلام. التكييف سخن قوي ولا كويس؟ لا كويس. دراعك لسه بيوجعك؟ شوية. ممكن تروحي مع مامتك أو مع حد من البيت لدكتور تاني علشان تطمني. هدير بنت خالتي دكتورة. فعلا؟ طيب إن شاء الله لما تشوفك هتطمنك. دي شكلها كان قلقان عليك أوي. هو ممكن تقفل التكييف؟ الجو حر. أه طبعا. لو في حد بيضايقك وبيقدر يعرف مكانك فين ممكن تقفل الموبايل ده وتجيب اي موبايل قديم مش سمارت، علشان الراجل ده ممكن يبقى حاطط لك حاجه على التليفون وقادر يراقبك. انا هنزل لعند الناصيه اللي جايه دي لو سمحت. انا نسيت اقف شنطتك. خلي بالك من نفسك، مفيش ابن كلب يستاهل انك تضيعي روحك علشانه. Thank you.
خد يا رب. الورقة دي جاية من فوق. اقعد يا مبروك ادي عبده. صحيح يا معلم. عيب عليك جاي من فوق. عندكم رجاله. عندكم رجاله. حامد يا حامد. ايه في ايه؟ مبروك عليك يا عم حامد. يظهر اللي ما بيستناهاش بينولها واللي عايز ما بيطولش. اسمك جه في العفو. خارج في 25 يناير. ألف مبروك يا عم.